هنا ندقق الحقائق قبل تحرير الخبر. هنا البعد الغائب في تكوين الصور. هنا يتحقق الصمت في ماراثون لا ينتهي مع الزمن. هنا مرآة الوطن العربي وضميره الحي. المعنى والدليل، العمق في التناول، والصدق في التحليل. هنا نتجاوز الحدود ونطوي المسافات وسط عالم يموج بالأحداث، بحثا عن الحقيقة المجردة. هنا عاصمة الخبر. هنا القاهرة.